استبعى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة. وقال رئيس مجلس الوزراء في مسهل الاجتماع إن الحكومة حريصة على متابعة التفاصيل النهائية الخاصة بالمشروع وأعمال تطوير المنطقة المحيطة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات. وتناول الاجتماع عددا من العروض الخاصة بالمتحف المصري الكبير فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للأعمال التي تتم حاليا بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وكذا أعمال الطرق.